لي اسف بصراحه، ومن يعني غياب التام للمجلس القومي للمراه. اين المجلس القومي للمراه من الصوره؟ لا يعني اين المجلس القومي للمراه؟ يعني انا قدامي اكتر من 40 سيده زيهم بره اضعاف واضعاف كانوا عايزين يجوا. اين المركز القومي للمراه؟ هل هو مع المراه ولا ضد المراه؟ يعني انا شايفه ان احنا في حاجات كتير قوي مقصرين فيها، ومهم جدا ان احنا نطلع بتوصيات ويعني مهمه، علشان يعني هو مش جلسه فضفضه اكتر من ان احنا عايزين نطلع نقاط نمشي من هنا تخرج على مجلس النواب. ولازم يكون فيه، لان فيه اللي عرفته ان فيه نائبات كثيرات داخل المجلس ضد هذا القانون.